دكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه. اهلا بحضرتك يا دكتور معانا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتوره اميره. طيب السؤال هنا، هل فعلا في اعراض جلديه ممكن تنتشر على المريض باوميكرون او كورونا؟ ده صحيح يعني، ومش باوميكرون بس، يعني احنا برضو احصائيا كان في نفس الطفح الجلدي او الامراض الجلديه المناعيه من اول ما ظهر كوفيد، انتشرت اكتر بعد دلتا صحيح، ولكن اوميكرون برضو بانه الانتشار بتاعه عالي، الطفح الجلدي او خلينا نقول الامراض الجلديه المناعيه زي الاكزيما عموما نسبتها عاليه. طب ده بيحصل ليه؟ بيحصل لان عموما كوفيد 19 بيأثر على الجهاز المناعي ككل، فبالتالي بيظهر لو كان الشخص عنده استعداد لاي امراض مناعيه. طبعا الاتوبيك ديرماتايتس، بعض الامراض الجلديه، هي في الاصل مرض ذاتيه المناعه، يعني جهاز المناعه نفسه بيهاجم خلايا في الجسم، فيبتدي ممكن يظهر بعد الاصابه بكوفيد يا اما طفح جلدي، روماتيزم مفصلي، للامراض المناعيه اللي ممكن تستحدث بعد الاصابه بكورونا. طيب احنا سمعنا يا دكتور ان الخاص بمرض او متحور اوميكرون ان المرض بيجدد نفسه، يعني ممكن المريض يجي له اعراض المرض ويعتقد ان هو خلاص خف، بعد كده يبتدي المرض تاني من اول وجديد. يعني تناقضات كده في الكلام، هل المعلومات دي صح ولا غلط؟ تمام، احنا عندنا حاجتين هنا. وانا هستاذنك، انا سامع صوتي مرتين، لو ينفع بس الاستوديو يظبطها، بس خلينا لغايه ما تتظبط. احنا عندنا اول حاجه ان عموما الامراض الفيروسيه بيبقى فيها انتكاسه بعد تعافي وهمي، يعني ممكن الشخص اللي يحصل تحسن في الاعراض وهو لسه مريض، لسه الفيروس موجود، بعد كده يرجع ينتكس والاعراض ترجع تاني. دي حاجه طبيعيه في معظم الفيروسات ومعظم الامراض اللي بتيجي من الفيروسات. لكن هي عندنا نقطه ثانيه مهمه في سؤال حضرتك، وسؤال مهم، اعاده الاصابه. يعني هل ممكن اصلا ان يحصل له اعاده اصابه بعد التعافي؟ ده مع اوميكرون فعلا نسبته عاليه جدا، يعني لو ان نسبته 5 مرات اكتر من اعاده الاصابه بدلتا. فبالتالي مهم ان احنا الناس المتعافين مش زي زمان، ان احنا كنا بنقول خلاص انت خدت مضادات اجسام هتكفيك لمده متوسط من 5 ل7 شهور، لا، مع اوميكرون عدد الاصابه عاليه، فبالتالي حتى المتعافين محتاجين ياخدوا بالهم، محتاجين يلبسوا كمامات، محتاجين ياخدوا كل اجراءاتهم الاحترازيه عشان نتفادى اي اعاده للاصابه، وعشان كمان نتفادى ما يسمى باعراض ما بعد التعافي من اوميكرون او اللونج كوفيد، زي التهاب الاعصاب، التعب والوهن العام، والكحه والنهجان، بعض الحالات كمان بيجي لها بعد التعافي اكتئاب او تاثير على الذاكره. طب دكتور اسلام، ايه راي حضرتك في تطعيم الاطفال من سن 5 ل11؟ هل فعلا بدا يطبق؟ وهل ده مفيد يعني الناس تروح تطعم؟ وازاي؟ ما هو طبعا ده في امريكا في CDC طلعت الدراسه بالموافقه على التطعيم من اول سن 5 سنوات. وبعض البلاد العربيه برضو فيها البروتوكول حاليا بيدرس، ومثالي الكويت خلاص وافقت عليه. الفايده من تطعيم سن 5 سنين هي فايده قليله، مش فايده عاليه. ده لو احنا عندنا فائض لقاحات وخلصنا كل الفئات اللي المفروض تاخد اللقاحات، ممكن ساعتها ننظر ان احنا ندي التطعيم للاطفال. ولكن طبعا التوجه اللي عاملاه امريكا حاليا هو توجه شويه في رفاهيه، لان العدوى ضمن الاطفال قليله. الاطفال خصوصا من سن 5 سنين نقلهم للعدوى للكبار اقل لو كانوا الكبار واخدين التطعيم، وده اللي حاصل في امريكا. فهي الفكره، هل المفروض ندي تطعيم لطفل عنده 5 سنين في امريكا، ولا الاحسن ادي لاي شخص بالغ لم يحصل على التطعيم في افريقيا مثلا؟ طبعا افريقيا اولى، لكن من حيث السلامه الدراسات ما كانش في مشكله مع الاطفال عندهم 5 سنين ان هم ياخدوا اللقاح. طيب دكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه، شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم.